أهلنا بالرقة، بدير الزور، بالحسكة، بالقامشلي، بدمشق، بحلب، بالقنيطرة، بجولان المحتل، باللاذقية وطرطوس، بكل محافظات السورية. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير جميعا. باليوم الثالث من عيد الفطر شو عنا مواضيع؟ أوقاف النظام تعلن إعادة افتتاح المساجد. العيد في الشمال السوري بين المخيم والأرجوحة. تقاليد السوريين في العيد طقوس ترسخت في الوجدان. تحت شعار طوفان العودة خرجت مظاهرة في ريف إدلب الشرقي يوم أمس الاثنين تؤكد على حق المهجرين بالعودة إلى منازلهم. بحسب ما ذكره موقع عنا بلدي فإن المظاهرة جاءت تلبية لدعوات أطلقها عدد من الناشطين للتجمع ثاني أيام العيد. قالت وزارة الأوقاف التابعة للنظام إنها ستعيد افتتاح المساجد للصلوات كلها متضمنة صلاة الجمعة، وذلك اعتبارا من تاريخ يوم غد الأربعاء. تصريح الوزارة جاء على صفحتها في فيسبوك، إذ قالت عبر مكتبها الإعلامي إن الافتتاح سيكون مع الالتزام بالضوابط الصحية وإجراءات السلامة العامة التي تم تعميمها على لجان المساجد. وكانت الوزارة في وقت سابق سمحت بإقامة صلاة الجمعة مع استمرار تعليق بقية صلوات الجماعة بشكل مؤقت وفقا لضوابط صحية. تستمر ليرة سوريا بالانهيار، حيث وصل سعر صرفها أمام الدولار اليوم ثالث أيام عيد الفطر إلى 1700 ليرة تقريبا مقابل الدولار. وذكر موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين أن هناك تواصلا لانهيار الليرة السورية من رغم وصول حوالات المغتربين. فعادة ما يشهد شهر رمضان والعيد استقبالا كبيرا للحوالات الخارجية، مما يساهم في ارتفاع سعر الليرة السورية نتيجة ضخ العملات الأجنبية. أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام تسجيل 20 إصابة كورونا خلال يوم واحد فقط، ليكون أعلى وصول للفيروس. نتابع معا. خمس عشر إصابة جديدة في مناطق سيطرة النظام قد أعلنت عنها اليوم وزارة الصحة السورية. بدأت الأرقام تتصاعد بشكل كبير في اليومين الماضيين، خاصة بعد أن تحدثت صفحات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل حالات مجهولة مصدر العدوى، أي أنه لم يعرف إن كان هؤلاء المصابون الجدد قد خالطوا مصابين بالفيروس داخل البلاد أم أنهم أصيبوا به بسبب مخالطتهم لأشخاص قدموا من خارج القطر. الحالات الجديدة هذه رفعت عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 120 إصابة بحسب وزارة الصحة التابعة للنظام. هؤلاء القادمون هم ممن عادوا إلى سوريا ضمن خطة إعادة السوريين التي أعلنها النظام في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي اتخذتها معظم الدول في إعادة رعاياها،
كما صرح وزير النقل علي حمود بأن هناك ما يقارب 1200 سوري مغترب قد عاد إلى البلاد حتى تاريخ 11 من أيار الجاري، منهم 257 شخصاً قدموا من دولة الكويت على متن طائرة تابعة للسورية للطيران، لتعلن وزارة الصحة عن إصابة أكثر من 30 شخصاً قدموا من الكويت دون الإشارة إلى أنهم كانوا على الطائرة ذاتها، ووفاة السيد بشير الشاقي من جراء إصابته بفيروس كورونا بعد وصوله إلى البلاد وخروجه عن طريق الواسطة قبل إتمام فترة الحجر المفروضة. وإذا هذا المركز يصلح هو يكون كمكان لحجر صحي، أنا ساعتها بدي أتذكرك وأقول لك عن جد إحنا ما بنعرف، لأنه إذا نحن موجودين بمكان في اختلاط كامل، في عنا مشاكل إلى علاقة بالتواليتات اللي هي مشتركة بين كل الطيارات اللي نزلت من روسيا ومن السودان ومن الإمارات، في عنا 370 شخص بمكان واحد، في عنا ناس عم تتعامل وعم تقعد مع بعضها كل الوقت ولسه ما نفحصين. الممثل خالد القيش والذي يقضي فترة الحجر في أحد المراكز الصحية عبر عن استيائه من قذارة هذه المراكز وغياب لأبسط الخدمات فيها وازدحامها بالمسافرين من دول مختلفة. وبالرغم من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلا أن النظام قرر رفع إجراءات الحظر وفتح الأسواق لتعود زحمة العيد كما عهدها السوريون. مع كل عيد تتوهج التفاصيل بهية في كل يوم من أيامه، الأمنيات أحد أبرز تلك التفاصيل، فما هي أمنيتك في العيد؟ سؤال طرحناه على السوريين في مدينة أريحة بريف إدلب، نتابع معه. أكيد نحن نتمنى بالعيد أنه يرجعوا كل المهجرين على بلادهم، أنه يسقط نظام الأسد المجرم، وأكيد ما رح ننسى أخواننا المعتقلين بسجون النظام. بتمنى هذا العيد وكل عيد أنه الله ينعم علينا بالأمن والأمان، وإن شاء الله بتتحرر بلادنا وتتحرر سوريا كلها من هذا النظام المجرم. بتمنى بالعيد أنه يسقط نظام الأسد عشان ترجع العالم لبيوتها، وبتمنى العالم المهجرين والناسحين ترجع كل واحد لبيته لبلده، والمعتقلين يخرجوا من سجون الأسد وترجع نعمة الأمن والأمان، لأنه إن شاء الله يرجع أيام زمان ونرجع نلعب مثل ما كنا، إن شاء الله ترجع ريحة مثل ما كانت، إن شاء الله ترجع كل شيء مثل ما كان، الله يخلص النظام بقى، الله يخلصنا منه أول سلام. أتمنى الناس ترجع لبيوتها، هي فرحتها الأكبر، والناس ترجع لعملها لشغلها لأراضيها لعملها اللي متعودة عليه يعني، وبلدهم الأولاد ترجع تلعب بألعابهم يرجعوا لمدارسهم. هذا الوضع نلعب الألعاب نستلم أكلاتهم نستلمات دهس. كمان أنا بتمنى بالعيد إنه يعني نضل يعني هيك بأمان وخير وما يصيبنا ضرر، وهذا بالشهر يعني لا يقرب صوبنا. اتمنى بالعيد اني اروح العب بالالعاب واروح عند قرايبيني واكل كعك وحلو والبس ثياب جداد والعب بالالعاب وكل شيء. كمان حانين للحريه حانين يا شعب ببيت ومش امن، حانين للحريه حانين يا شعب بيت ومش آمن، وكبار صغار منعرف إنه يلي بيقتل شعب وخاين. ما فيني إلا أعلق على صوت الطفل، جدا جميل، أكيد بتمنى تحقق كل أماني أطفال سوريا. إلى موضوع آخر، استئجار الأحصنة والبغال في أيام العيد هي من العادات الدارجة في العديد من المناطق السورية. ففي منطقة قرقينيا بريف إدلب خرج الأطفال للاستمتاع بهذا الطقس المميز وليركبوا الأحصنة والبغال ضمن جولة قصيرة في شوارع المنطقة لإدخال فرحة عيد الفطر إلى قلوبهم. عيد
عيد مبارك سعيد، وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. و عم نجيب هالدبه بنلعب عليها الاولاد، في قبال الاطفال يعني، والاطفال ما ذنبهم، عم يفرحوا بالعيد يعني. عيد سعيد، عم نلعب بالحصنه وندفع 100 ليره طالعونا، وعم نروح فتله وعم نكيف، والما معهم مصاري عم يطالعونا ببلاش، وعم نشرب عصير ونلعب بالمراجيح وبالميزان، واتمنى لكل احفاد سوريا انه يفرحوا مثل فرحتنا. جينا انا واخوي اخذنا العيديات وجينا لهون ونبسط ونفرح، شفنا رفقاتنا واكلنا ولعبنا، وان شاء الله كل الاطفال يفرحوا بهالعيد. هلا نحن بحارتنا ما كان في عنا ابغال او حصان، كان في عنا مرجوحه، هي بتكون بالحارات، بتكون اصلا حتى يعني باجر جدا زهيد، كنا كثير ننبسط فيها. هو يعني ساحات العيد معروفه باغلب المناطق بسوريا، ساحه العيد، وهي طبعا يعني اللي بتعطينا فرحه العيد وخاصه للاطفال، اكيد بيفرحوا باي شيء يعني. مزبوط. تحضر أجواء العيد خجولة هذا العام في مدينة منبج شرق حلب بسبب الوضع المادي المتردي للأهالي بالتزامن مع حظر التجوال المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا، لكن هذا الحظر لم يمنع الأطفال من اللعب والمرح ومنح العيد بهجته الضائعة. تبدأ المعايدات مع انتهاء خطبة وصلاة العيد في مدينة منبج شرق حلب في طقوس طالما اعتاد عليها أهل المدينة خلال عيد الفطر السعيد، لكن ما يميز أجواء العيد هذا العام غياب بهجته نظرا لعوامل عديدة أهمها الوضع المادي المتردي للأهالي. والله العيد هذا اختلف يعني اختلف علي وعلى أكثر الناس، هي سوء المعيشة والغلاء الفاحش اللي صار، والعيد هذا يعني أحضرنا من ما يقارب من العيد الماضي يمكن 10%، يعني اللي كان يجيب 5-6 كيلوات بسكويت ونفرط جاب يجوز كيلوين. اختلاف كبير في الإقبال يراه أصحاب المطاعم القريبة من ساحة العيد الخاصة بالأطفال، فالإقبال في هذا العيد لا يكاد يصل إلى نصف ما كان عليه في العيد الماضي. بالنسبة للأعياد اللي راحت واللي عدت علينا غير، يعني بفرق كبير بالنسبة للأعياد اللي فاتت، اليوم وضعنا يختلف كثير يعني 180 درجة. بالنسبة للعمل وحركة الشغل يعني ليش؟ لأنه الأسعار غالية، اليوم صندويشة الشاورما عم نبيعها ب 1800 ألف، اليوم السنة الماضية كنا نبيعها ب 400، كنا نبيعها ب 500 دبل. لا مجال لإضاعة فرصة الفرح واللعب وخلق جو من المرح لدى هؤلاء الأطفال، فللعيد بهجة لا يمكن أن تختفي من وجوه الصغار على الرغم من حظر التجوال المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة. اليوم فات الصبحيات، غسلت وشي، لبست أغراضي وطلعت ألعب مع رفقاتي، جيت على المراجيح لعبت مع رفقاتي، جيت هون ألعب مع أصدقائي وهيفا ودارين ونتالي وفاطمة. ارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بالتوازي مع قلة فرص العمل تركت أجواء العيد لهذا العام مختلفة كثيراً عما اعتاد عليه أكثر من 100 ألف مدني يقطنون مدينة منبج، ليبقى الصغار وحدهم من يمنح العيد فرحته. يعني بظل إجراءات كورونا الاحترازية ومنع التجوال يمكن كلياتنا ما عيدنا، كلياتنا كنا ببيوتنا، اليوم أول مرة أو أول نهار أنا عم عايد فيه أكيد مع أيهم ومع مشاهدينا، فبتمنى لكم أكيد كلام صحيح. يعني ضيفي لها الشيء الغلاء اللي عم يعيشوا يعني أهلنا بالداخل السوري نتيجة انخفاض قيمة الليرة، ولكن مع هاي الظروف كلياتها بيبقى هيك بهجة العيد أكيد وفرحة العيد موجودة. خلينا نشوف هلأ بهجة العيد بإسطنبول التركية، وبمهارات منزلية وجهود فردية استقبلت أم لؤي وهي سورية مقيمة في مدينة إسطنبول عيد الفطر في منزلها، محاولة رسم البهجة على وجوه أطفالها قدر المستطاع وبعيدا عن زيارات الأقارب واللعب خارجا والتنزه بسبب كورونا. تقرير سيما نعناع.
على استحياء. دون ما يحيي طقوسه المعتادة، أطل عيد الفطر على تركيا هذا العام بالتزامن مع أزمة كورونا وسط حظر تجوال كامل، فاستقبلته أم لؤي بصدر رحب لتعزز الفرحة لدى أطفالها بجهود فردية، كما هو حال معظم العائلات السورية في اسطنبول. بس هذا العيد مميز، سبحان الله، له شغلة من حرمنا منه في كتير شغلات وكتير أجواء، بس حاولنا قدر الإمكان أنه نعيش الجو مشان الأولاد أنه ما ينحرموا فرحة العيد. سبحان الله أنه رب العالمين أمرنا أنه بهاي أنه نفرح بالعيد ونعيشهم بجو العيد، نفخنا لهم بالونات وعطيناهم عيادي وهلأ عم نعمل لهم حلى العيد. معايدات إلكترونية كانت الوسيلة الوحيدة لأم لؤي وعائلتها مع تعذر زيارات الأقارب، إحدى أهم طقوس العيد لدى السوريين، بينما حرمت ألما وإخوتها متعة التنزه واللعب وإنفاق العيدية. كنا بنروح لأماكن نشتري ونجهز، كنا بنروح لمدينة ملاهي نحن وقرايبنا وهيك، وبنروح على بيوتهم ونعايدهم. هلا إنه الاختلاف إنه ما بنروح لمكان وما بنعايدهم، بس نعايدهم على الجوال وهيك. أزمة كورونا لم تنعكس على عادات العيد وتقاليده فحسب، بل أثرت على حسابات السوريين أيضاً، لا سيما أن معظم أعمالهم توقفت منذ شهرين تقريباً. العيد تأثر بكورونا، أنه يعني مات في اقتصادياً، والعيد صفيان حالياً بالبيت، يعني ما في فوتة طلعة، تأثر أنه يعني اقتصادياً ما بقى في إجراء شغل يعني وطلعات وفوتات، يعني بقى تأثر بهالشي. السنة السادسة لأم لؤي في تركيا، استقبلت خلالها أعياداً مختلفة، ولكنها لم تكن كعيد الكورونا كما سمته. بمهارات منزلية، ساعة أم لؤي لتلوين فرحة العيد ورسم البسمة على وجوه عائلتها وتعويضهم عما فاتهم من زيارات الأهل والأقارب واللعب مع الأصدقاء، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. لتلفزيون سوريا، سيما نعنعة، إسطنبول. يعني طقوس وعادات العيد متشابهة بين السوريين بكل مكان، كان بداخل سوريا أو حتى السوريين الموجودين خارج سوريا حملوا هاي العادات والتقاليد، بس يمكن حلويات العيد دائما هيك إلى متعة خاصة، خاصة إذا عملت بالبيت. أكيد ريحة الكعك العيد أو الكليجة بالبيت بتحس أنه ما في عيد بدونها. نور معودتنا على الكليجة بس السنة ما جابت لنا، هلا لأنه فرني معطل فما جبت فرني جديد، فخلص بعدكم أعمل تقرير فرجيكم إياه. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين.